مساء الخير، معاكم ياسر شاهين. حكايتنا النهاردة حكاية رعب من نوع خاص جدا، ديليفري، سحر بيوصلك لغاية البيت او انت اللي بتجيبه بفلوس قليلة جدا. صاحبة الحكاية هي اللي هتحكيها لنا بنفسها. يلا بينا نسمع الحكاية من صاحبة الحكاية أو العباية. أنا اسمي مروة، جبت عباية من منطقة العتبة في وسط البلد، كان عليها رسومات ونقش جميل جدا، شغل عربي، وكان سعرها كويس. لكن حاجة غريبة حصلت لي لما لبست العباية وانا بصلي، حسيت بدوخة وعيني زغللت ومعرفتش اصلي. وبعد كده شفت ايد مليانة شعر بطريقة وحشة، خدتني في دوامة، وبعديها لقيت نفسي في مكان غير بيتنا، بيت غريب وأشكال غريبة، وباب اتفتح وطلع منها خفافيش بقت تجرح في وشي، وتعابين تقرصني من رجلي، ووقعت وتلقيت نفسي غرقانة في مية. لا مش مية، دي دم. قعدت أسنجد حد يطلعني، مش عارفة بغرق في الدم، مش قادرة اتنفس، بغرق، بتخنق، بموت. وحسيت حد بيهزني كده، وصوت من بعيد بينده عليا، يا مروة يا مروة، ويقرب الصوت وافتح عيني هتلاقي امي بتقول لابويا ايدك معايا يا صلاح، بنت هتضيع مننا. وانا دايخه مش قادره اتكلم، وابويا يا بنتي ايه اللي حصل لك؟ مش عارف. امي سندتني على كتفها وخدتني في حضنها، ايه اللي جرالك يا حبيبتي؟ دي من عين سعدية، علشان انت مش زي بنتها نبي حارسك. عين ايه وكلام ايه يا ست اللي انت بتقوليه ده؟ قومي يا بنتي استهدي بالله وقومي صلي. وانا ماليش نفس للصلاة، وكملت يومي وانا على سريري تعبان. ودخل علي اخويا تامر، قعد يعمل حاجات غريبة كده، قلت وقربني، وبعد كده لقيته عينه بيضة، صرخت. جه ابويا وامي بسرعة، فقلت لهم تامر، وبشاور كده ما تلاقيش تامر. ابويا تامر يا بنتي مطبق النهارده. ايه ده كان هنا؟ امي حطت ايديها على راسي وابتدت تقرا قران، تلاقيت نار، نار في جتتي، جسمي سخن مش طايقه وتعبانه، صرخت قلت لها كفايه كفايه، وعيطت. يا بنتي اهدي اهدي، يلا يلا يا سميحة سيبيها تنام، ريحي يا بنتي ريحي. وقفلوا الباب وانا رحت في النوم. بعدها بشوية تلاقيت الباب بيخبط وبيدخل جارتنا،
يوم ذكرت اسمها سعدية. دخلة علي دخلة وحشة ومسكتني وبعد تهز فيا وبعد كده شكلها اتغير وطلع لها قرون وعينها احمر وضحكت ضحكة مرهبة وبدأت تخنقني وانا مش قادر اتكلم مش قادر اتنفس. صوت ابويا جه لا الحكايه دي ما سكتش عليها. تاني يوم العصر معاد ابويا انه يجي من الشغل كان جايب عم فوزي ومعاه راجل كبير كده. دخلوا عليا اوضتي. ازيك يا بنتي يا مروه؟ ازيك انت يا عم فوزي؟ اهدي بقى عروستنا الحلوه الجميله يا عم الشيخ. الشيخ بدل ما يسلم عليا قال لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا حفيظ يا حفيظ انا قلقت في ايه؟ يا حفيظ يا عم الشيخ في ايه يا عم الشيخ؟ عم فوزي برضو سأله ايه يا عم الشيخ؟ ايه يا شيخنا خير؟ يا جماعة في سحر اسود موجود في الأوضة دي. انا عديت في الشقة ما تلقيتش على الطاقة بتاعت السحر هنا وبنتكم معمول لها سحر. سحر؟ وبعديها خد بابا وعم فوزي بر وبعديها كمان لقيت ماما بتعيط وهم دخلوا بعديها عليا وتلاقيتهم قربوا مني. وانا صرخ يا قرآن وانا صرخ لحد ما فقدت وعي ما دريتش بالدنيا حواليا. لقيت نفسي في اوضة ضلمة ريحتها وحشة ريحتها ريحة ميتين ومسكان واحدة عينها حمرة شكلها مخيف جلدها متكرمش ومسكاني قوي وإيديها طالعة منها نار. قعدت أصرخ والشيخ تلاقيته بيقول لها سيبيها. ردت عليه وقالت له انا ما صدقت لقيتها هي اللي اختارتني ومش هسيبها خالص. سيبيها يا ملعونة اطلعي من جسمها. استغربت تطلع من جسمي ده هي جنبي تقول له لا مش هطلع على موتها هطلع على موتها. اطلعي يا ملعونة اطلعي لعنك الله. ما تقولش كده. وابتدى الشيخ انور يا
البئر كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كفاية له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحزنهما العلي العظيم. كفاية كفاية، مش هطلع. اخرس يا ملعونة، هتطلعش. مش هطلع. باسمك كلمات الله التمات من شر ما خلق. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاسات في الوطن من شر حاسد إذا حسد. كفاية. باسمك بسم الله بسم الله الحفوظ. كفاية. لعنك الله، اخرجي اخرجي من جسمها بردا وسلاما. اخرجي. نفسي اخرج. لازم تاخد عهد نتفق عشان ارش في ايدي انا برضو تساعدني بقى اخرج منكم. مش بايدي انا متسلطة. اللي انتوا بتقولوا عليه ساحر قاري طلسم. فين الطلسم دوت؟ موجود في العباية اللي هي لابساها. يا حفيظ يا حفيظ، وانا كل دوت واقفة في ركن ضلمة وخايفة وبسمع كل الكلام ده، وبعد كده فقت لقيت بابا وعم فوزي واخويا تامر وامي وعم الشيخ حواليا وبيطمنوني، لكن انا مش عارفه ايه اللي حصل تاني. هو طمني عم الشيخ وقال هاجيلكم بكرة، وكانت أمي مغيرة لي هدومي مش عارفة ازاي غيرت لي وانا في وسطيهم. بس بعدي عرفت لهم خرجوا وهي غيرت لي، هي وخالتي أم محمد جارتنا. كفل الشر يا حبيبتي، ربنا يحرسك انت والمحروس اخوكي لابوك وامي. متشكرة يا خالتي ام محمد. انا مش قلتلك ياما، مش قلتلك يا حبيبتي الحاجات اللي احنا ما نعرفش مصدرها ما نجيبهاش ما نشتريهاش؟ اللي حصل ده حتى رامي يا اختي يا سميحة بيجيب تيشيرتات عليها دماغم وعظم ومكتوب عليها كلمات بالانجليزي. اقول له يا ود بلاش الحاجات الوحشة اللي بتخوف دي وغالية يا واد وما تستاهلش. يقول لي ده مرندات يا أم. قعدنا نضحك على المرندات. تامر قال لها يا خالت أم محمد برندات يعني براند ماركة يا خالتي. النبي يحرسك يا أخويا أنت وهو. طيب يا أخويا. وعد اليوم على خير ما حصلش فيه حاجة. تاني يوم معاد أبويا جاي من الشغل دخل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمتك يا رب. أمي سألته في يا أخويا؟ في إيه؟ مين اللي مات؟ الشيخ أنور
شيخ أنور يا سميحة لو محروق وعلى وشه وماشي، وأنا بقول اللي هي العباية عشان هو خدها. معرفش إيه اللي حصل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لهوي يا لهوي، ربنا يستر يستر يا رب. في نفس الليلة حصلت لي حاجات مرعبة ومخيفة وأصوات جاية من تحت السرير والأوضة، وأنا خايفة وسويت صوت جامد، وكان مفيش حد في الشقة معايا، محدش بيدخل، أنا الوحيدة اللي سامعة الصوت، أنا الوحيدة اللي سامعة الأصوات دي، وناس داخلة وناس خارجة شكلها مخيف، والولية نفس الولية اللي كنت شايفها، اللي كانت مسكاني، اللي كلمت الشيخ أنور الله يرحمه. أنا مش هسيبك، أنت معايا طول العمر، أنا وأنت بقى مصيرنا واحد. أنا مرعوبة يا رب، حتى كلمة يا رب مش قادرة تطلع مني، مش قادرة. لساني اتلجم، لساني اتلجم ساعتها، مخي مشتت، جسمي بيتنفق، ودم حوالي، وحاجات صغيرة كده، أشباح صغيرة طولها متزيدش عن 40 سنتي، بشعر كده تلف حوالين السرير. رعب وبعد رعب. يا ريتني ما جبت العباية، يا ريتني ما جبت العباية. يا رب يا رب يا رب، انا تعبت تعبت.